شو؟ بلغني ان مراتك مش هنا. قلت اجي اعمل الواجب. وانت ما بتعرفيش تعملي الواجب الفوض النوم. الواجب واجب في اي حته. متشكرين يا بنت الوصول يا ذوق، انا اصلا خارج. طب ما يلزمش مني اي حاجه قبل ما تخرج. ما يلزمش. متاكد؟ متاكد. حاجه كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. يا شو انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت. ايه؟ معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجي لك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكه بقى عشان يطير. العصفور. طب ما يطير. هو انا ماسكاه؟ ما الدنيا براحة ايه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. اوعد اهل دايرتي الكرام، اول ما رجلي تخطي عتبة المجلس لازم لا منطقة ولا فرد اتواجد. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. واوعد اوعد برضو اهل دايرتي الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا ذل بلا اهانه بلا ضرب على القفا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل يا علوفه. اتفضل. هو في ايه؟ لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. مش ده الواد بجاش بتاعنا؟ هو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح. هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص. انما قول لي مكتوب ايه الاول. بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامه، بكره الشعب عنده كرامه. كرامه؟ مكتوب كرامه؟ مكتوب كرامه. اتفضل شيشه المعلم يا كوارع. يا سيد الشباب، بكرة الشعب عنده كرامة. ولا أداوة ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. جنة الشباب اللي حامينا المعلم خميس أفندينا. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا فندينا. سلام يا فندينا. اشمد عليه. اشمد عليه. وش يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه. حمد لله على السلامه. اسم الله عليك. اسم الله عليك. ايه؟ تعالى كتكوت. تعالى امرك. تعالى امرك يا باشا. ريحوا الرجاله. هموت يا بيسا مرعوبه. ايه بس استهدي بالله يا ابله، والمصحف الشريف ده انا حاسه انك واخده عين. عين ما صليتش على النبي. عين وايه؟ مركزه. عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي. وده يا اختي اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجاه. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقولي الافندينا وهو يتصرف. لا انت اتجننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاتنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. كبير
يا شفاعه طمني. البضاعه مين؟ وصلت بالف سلام وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى انت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الاخر. مش عاوز جنس عامل موجود غيرك انت وخرفوش ورز، فاهم؟ امرك يا كبير. وجيب لي براءه من تحت قطيل الارض لغايه ما اصلي ركعتين شكر. براءه؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحيه الثانيه. ها؟ حصل يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعه؟ ها؟ فانت بقى لقط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طباخ السلم بيدوقه، وانا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس ادخل ده وامنع ده واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره انا اخترت رمز الوطواط لانه يناسب المرحله. ما هو بجاش هو وطواط المرحله، امال عضلات منفوخه جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض. على قفه ايه؟ بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانه من النهب والفرده والاتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الدكر المنتظر بقى يا سيدي. الدكر؟ الدكر اهو خرج من العشه ورجع لاهله وناسه، والكل بيتبارك بيه وانا اول المتباركين. أنا أفديك الساعة يا فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده أنا كده تبقى اتفتحت لي طاقة القدر والدنيا زهزهت والحظ أنتم معايا. يا أخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده أنت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيلة كأنك شفت عزرائيل. أبيض، ده أنت بلطجي قديم. البلطجة خلاص بقت قلة قيمة. أي عيل ومعاه شلة من أصحابه يقلع مالته ويمسك سنجة ويثبت أهل حتته. البلطجة عينت، بصيت حواليا قلت أشوف لي سكة تانية. وبدل ما تقفش من جيوب الحارة أو تقفش من جيوب الكل، بقول لك إيه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الآخر كان فيه بيقولوا حاجة كده، الشعب عنده إيه؟ كرامة. غيرها. ليه؟ ما يصحش. آه عندك حق، ما تناسبش المرحلة. بسم الله عليك.